بترسانة تتجاوز 5900 رأس نووي وصواريخ فرد صوتية وأكثر من 12,000 جندي من كوريا الشمالية، يسعى الروس إلى إنهاء الحرب مع أوكرانيا بما يضمن سيطرتهم على أراض كانت المحور الأساس للمعارك منذ فبراير 2022. استراتيجية عنيفة انتهجتها موسكو خلال الأسابيع الماضية بعد استخدامها لصاروخ أوريشنيك الفرد صوتي، والذي أعاد الحديث عن اليد الميتة لروسيا إلى الواجهة. يد روسيا الميتة المعروفة بآلة يوم القيامة باتت اليوم أمام متغيرات كبيرة في ظل اشتعال جبهة أوروبا والسماح لكييف باستهداف العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، تلك الخطوة التي فسحت المجال أمام بوتين لتعديل العقيدة النووية الروسية. يتم تفعيل النظام أثناء الأزمات الخطيرة، ففي حال مهاجمة روسيا نووياً ولم يحصل أي رد فعل، فإن اليد الميتة تفترض أن القيادات الروسية قد لقت حتفها، فيقوم بإطلاق الصواريخ النووية الموجهة إلى أمريكا ودول الناتو. الحقيبة النووية ترافق الرئيس الروسي بجميع الأوقات، كونه صاحب القرار باستخدام الأسلحة النووية، كما يعتقد بوجود حقيبتين أخريين مع كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، وتمثل الحقيبة أداة اتصال تربط الرئيس بكبار ضباطه وبالقوات الصاروخية عبر شبكة القيادة والتحكم الإلكترونية كازبك شديدة السرية. فإذا ما تعرضت روسيا لهجوم استراتيجي نووي، فإن الرئيس يرسل عبر الحقائب أمر إطلاق مباشر إلى قيادة الأركان العامة التي تحمل رموزاً نووية لإطلاق الصواريخ. وهنا يأتي دور اليد الميتة كمكمل لاستراتيجية روسيا النووية. إذا ما تعرض قادتها للتصفية، فإنها تثأر لهم عبر التدمير النووي التلقائي. اليد الميتة طورها الفيزيائي النووي الأمريكي هيرمان خان، لكنها واجهت انتقادات كثيرة كونها تجعل الأسلحة النووية تحت سيطرة أنظمة إلكترونية، إلا أن المدافعين عنه وجدوا فيه رادعاً لا مثيل له لدول نووية أخرى، إلا أن هذا النظام شكل أساساً للعقيدة النووية الروسية منذ تسعينيات القرن الماضي.